السلام عليكم متابعيني، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم متابعيني حبيت يعني شوي انوع بالفيديوهات. سويت مثل ما جاي يشوفون كيكة بصلصة الشوكولاتة، ان شاء الله تعجبكم، وفالطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وان شاء الله تعجبكم. وهسه راح ننتقل للمشتريات، يعني فيديو بالمشتريات. بس شوفوا حبايب، هاي مشتريات اليوم اشتريناها وحبيت اراويكم اياها، يعني اشياء بسيطة وحاجات تقريبا بألف واكثر هيك اشياء يعني. بس طبعا هاي الاشياء اللي احبها، هذه قطاعات عجينة السكر ارقام، سعرها 3000، حلوة ارقام كاعياد ميلاد، رقم يعني العمر تحطينه او اي شيء، بس المهم يعني وايد فعل بالكيك لعياد الميلاد بالخصوص. هذه اشتريتها وصراحة يعني انا ما مشتغلة بها ابد، بس هي تنفع للكيك للتزيين، يعني شوف هسه شلون تسوي شغلات نقشات حلوة، تشوريت او فنيات بها. ان شاء الله من اجرب بها واشتغل اراويكم شلون شغلها، يعني انا ما مجربتها صراحة، اشتريتها وما اعرف شغلها بالضبط، فمن اشتغل بها واراويكم اياها. اكيد هاي مالت قلي، يعني هيجي شغلات حلوة مالت قلي كماشة. اغلب الشغلات هاي مصفاية شاي، الحاجة بلف، ستشينا الصور هاي بسعرها تشي 2000 او لا 1000، سعرها 1000، سكينة ما شاء الله يعني مخيفة هاي حادة. مالت كمشة مالت مري كم الحاجة بألف، يعني كل اشياء بسيطة. حواشي اصور سعرها 2.5، ما شاء الله احنا ناكل خواشيق ما ادري تخلصن بسرعة، يعني مش قد ما اشتري قاني اختفن. خواشيق شاي هاي سعرها 2000، لان نوعية حلوة سعرها 2000. ستشينا هم الحاجة بألف، مس او شفشير يسموه بعض المحافظات البقية شفشير، اما احنا نسميه مس، يعني مالت قلي او طبخ. عندي هيجي فد صحن حلو، يعني هذا الحاجة بألف. انا قلت خذيت واحد وهسه ان شاء الله راح اخذ لي بعد ايش كم واحد، نشوفن حلوات ومفيدات عمليات، يعني ايميلات تقديم، يعني صحن انفد شي حلو مرتب هم الحاجة بألف. طبعا جربت على واحد واحد خذيت، بس هسه لا يعني عجبني، وان شاء الله راح اجيب تقريبا يعني فد على ثلاثة ثلاثة اكملهم اربعة شي حلوات ملات تقديم. يعني تختي تختة خشب صاج، هي هذه حلوة والله تنفع، يعني أكيد للتقطيع والشغلات، لحم زلاطة تنفع، يعني هاي التختة ب2000 خذيتها. هسه عندي كاسات سعرهن 4000، هاي الكاسات ينفع عن برمضان هون ملات تقديم، كاستر محلبي جيلي شي مرتب وحلو. عندي درزنين من عتل، سراويتكم بس العفو ستة، يعني درزن يصيرون ستة بستة درزن. وعندي بعد نوعيات، بس هاي النوعيات عجبتني وجبت من عتهم. وهاي القطعة هاي طبعا احس انغلبت بيها ب5000، هي حلوة ومرتبة بس غالية. مال الشكر قندول او يعني نحط بيه شكر، 5000 سعرها، بس هي حلوة يعني مرتبة، بس حسيتها غالية يعني، بس المهم جبتها. هي وهذه الصينية همك حاجة بألف. وهاي كاسات ملات كرزات، يعني حلو 4000،
حلوات للكرزات مثل، يعني هواي شغلات تنفع. وهذه هملات تقديم، تصور هي هم بألف خلية الكاسة، هملات تقديم كرزات أو حلويات، شكليات كليجة مثل للعيد. حلوة، خذيت قطعتين، اثنين، هاي القطعة بألف. مرات تشوف أشياء حلوة بس ورخيصة، يعني بألف مو فد مبلغ بس مفيدة، يعني خصوصا إن شاء الله مقبلين شهر رمضان العيد. هاي قطعتين على 2000، وأكيد هاي القلاصات اللي ما تفارق مشتراتها البيت، مشكلة يعني القلاصات الكسر وجاي صيف مو طبيعي الكسر. هاي قلاصات ب2000، خذيت الستة، يعني هم حلوات، الماي للشربات، العصاير. وهسه نجي هذا الوريد، شوفوا ايش قد حلو، والله الصراحة بس شفته عجبني حيل. والغصن، الغصن على 1500، يعني الغصن وهسه هاي الشدة 4 غصون صارت ب6000، شي حلو في التغيير باعتبار هسه جاي صيف وان شاء الله نشيل الفراش الشتوي، فحبيت هاي الالوان، تشكيلة الوان باشكال والوان، هو فنحطها بسندانة ان شاء الله. يعني الغصن على 1500 قلتلكم، شي مرتب حلو، شي جديد، يعني ورد ما مألوف، دائما نشتري ورد جوري وهاي الشغلات، المرة لا حبيت تغيير شوي. ونجي هسه هذا شال 3000، لا العفو ب5، هذا الشال ب5، شال الوان هاد حلوة هيجي الوان، وبارد بالصيف الفانيلة هيجي ب5، قطعة قماش اكيد كشمير، لا غنى عن الكشمير بالصيف، غير الكشمير ما نلبس ابد بالبيت، او فانيلة او كشمير. قطع قماش، القطعة على 5 وعلى 6، وهاي قطعة ثانية هم اتشي قطع كلها على 5 او 6 يمكن بالضبط، لان صار مجموع قطع هو. وهسه حبايب ان شاء الله راح ننتقل لطريقة عمل الكيكة اللي راويتكم اياها باول فيديو، ونبدي بالمقادير. قلاصين الا ربع طحين، يعني قلاصين الا ربع طحين، هاي قدامكم القياس، قلاص شكر، قلاص زيت، قلاص حليب سائل، 3 بيضات، ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر، كاكاو خاشوقتين، وخاشوقة نسكافيه اختياري، يعني ما عنده مو شرط يخلي بداله كاكاو، هاي نوع النسكافيه اللي استخدمها، وقلت لكم هو اختياري. فانيلا سائلة، رشة ملح، وإن شاء الله سنجي طريقة العمل مالتها بالخلاط. ودائما أنا أستخدم هذا الخلاط، خلاط الفواكه والطماطة، قلاص الزيت فرغته، المواد السائلة، قلاص حليب، قلاص الشكر، والفانيلا راح أخلي من عدها قطرات. والكاكاو اللي قلنا خاشوقتين كاكاو، وخاشوقة نسكافيه، وظرف الفانيلا خليته. هسه راح اخلطهم مدة دقيقتين، شوفوا من بعد ما خلطتهم دقيقتين شوفوا شلون صار هيجي الصلصة مالتها. راح اشيل قلاص الا ربع من هاي الصلصة اللي خلطتها، طبعا بعدني انا ما ضايف البيض مثل ما جاي تشوفون، قلاص الا ربع. هسه راح اكسر البيض فوقها، 3 بيضات اطقهم،
وهم أجي أخلطهم دقيقتين بنفس الخلاط هذا نفسه. أخلطتهم فرغتهم هاي المواد السائلة سوية، راح أفرغ هسه الطحين. طبعا الطحين نخلطه في مرتين وعلى كيفي أخلط شوي شوي، لأن أنا ما أريد أفقد الهواء اللي موجود بالطحين. هذا قلاص إلا ربع الثاني، وظرف الفانيلا ورشة الملح. أخلط هاي المواد سوية، حركة واحدة هيك اتجاه واحد طريقة خلط الكيكة. هذا بايركس، اللي ما عنده بايركس يعني أي قالب عادي، يعني فافون تيفال الموجود عندكم. طبعا هسه مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 وراح شوية طبعا من جوا. من بعد ما استوت تقريبا عندي 40 دقيقة خذت بالفرن، أو 45 دقيقة بين فوق وجوا. أختبرها بهذا العود الخشبي، شوف إذا طلع هيك ناشف معناها هذا هو الكيكة استوت. ثقبتها يعني انطيتها ثقوب، لأن راح أنزل الصلصة عليها. هذا القلاص إلا ربع اللي خذيته من الخلطة الأولى. الكيكة طبعا حارة عندي تهو طالعة من الفرن، وأصب هاي الصلصة فوقها. والله يعني من الخلطات الكيك اللي تعتمدونها إن شاء الله، يعني كالكيك اليومي يعني اعتبره وصفة. والصلصة تجنن صراحة يعني، جربوها. وهسه شوف خليت حبيبات كاكاو اللي عنده موجود يخلي، ما عنده مو شرط يعني، اكو اشياء اختيارية يعني، هي ربة البيت تعرف اللي حسب الموجود بمطبخها او اي شيء تبدو تزينون به مو شرط. من بعد ما ارتاحت شوي خليتها تقريبا نص ساعة بردت، هسه جيت قطعتها. الاحجام اللي تردونها يعني حسب العائلة مالتكم. وشوفوا منظرها وشكلها، والله وطعمها يجنن يعني. أقلكم وصفة خطيرة مثل ما نقول يعني، إن شاء الله وصفة تعتمدون عليها. وهي طبعا سريعة، وهذا شكلها النهائي. وإن شاء الله يعجبكم، ولا تنسوني حبايبي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع ألف سلامة.